لو الحكاية فيها إن فيتو. مدير المال والإدارة الوحدة الكبيرة. تمام. عايزين نعرف ايه الإجراءات بقى اللي بيتخذها المريض فيروس سي. مريض فيروس سي بداية في موقع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات المسؤول عن علاج مرض فيروس سي عملت موقع لتسجيل المرض فيه. المريض بيسجل على النت اسمه واسم والدته ورقم القومي للتأكد ان بيانات المريض سليمة. وبعد 24 ساعة بيتحجز له ميعاد ويتوجه لأقرب وحدة علاج طبقا لرقم القومي يعني. يوم الحجز المريض بيتوجه لوحدة العلاج ورقة حجز. ورقة الحجز مكتوب فيها تحليل مبدئية لازم يكون معمول فيها زي صورة دم، تحليل سيولة، انزيمات كبد A ل T و A S T، بروسومبين اللي هو السيولة برضو، سونار على الوقت. طب احنا عايزين نعرف الدرجات نفسها. بيقول لك بيقبل الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه. هو عامه احنا بنتقبل كل المرضى، بنستقبل كل المرضى بكل مراحل. اما العلاج الجديد متوفر للمريض مرحله الثالثه في الكبد والمرحله الرابعه في الكبد. تمام. الثالثه والرابعه هي تعتبر يعني اخطر الحالات او اكبر الحالات في مراحل الثالثه. طب الاولى، المرحله الاولى والثانيه ليه خيار اللي هو عايز ياخد حقن الانترفيرون موجود متوفر عندنا. لو هو عايز يستنى عشان فعاليه العلاج الجديد اكبر واعلى نسبه نجاحها تفوق ال 95% مع الدرجه الثانيه والثالثه ولا نسبه نجاحها عامه 95%. بس عشان بس لسه الموضوع جديد ولسه مكلف فلسه بيشوفوا جدوات بيبقى في كورس معين. الكورس ده بيستمر قد ايه؟ في كورس ده بيحدده الاطباء اللي هو الكورس الثنائي والكورس الثلاثي. تمام. الكورس الثنائي ده بياخد 3 شهور بيبقى حقن انترفيرون 12 حقنه مع علاج السفنج. تمام. علاج الريبافيرين ده اساسي. تمام. 6 شهور بيبقى ريبافيرين والسفنج اللي هو العلاج الجديد والحقن لا ال 6 شهور بيبقى ريبافيرين والسفنج بس. رينا فاينر؟ ريبافيرين. ده تقريبا لحالات التليف. حالات التليف الشديدة شوية. ما بياخدش حقن. بتبقى بيستمر 6 شهور. بتبقى نسبة النجاح في العلاج الجديد بتبقى بتفوق ال 90%. تفوق ال 95%. ان شاء الله. طب حضرتك الاول ما كانش متوفر طبعا الحاجة زي دي. لسه متوفر يعني بداية صرف هيكون في 10 نجاح. بداية الصرف هتبقى في 10. كل اللي بيحصل دلوقتي تسجيلات ومثلا كشوفات بناء المرضى اللي بتحجز بتتقيم، بتخش عادة التقييم والتحضير وتشوف التحليل بتاعها اللي ناقصه تحليل اللي فيه مشاكل في المشاكل عنده الدكتور بيحاول يظبطها له يديله علاج يعني يظبط له تحليل الدم كلها. هل في مثلا لو انا بعاني من مرض السكر مثلا او بعاني من اي مرض تاني هل هو مثلا يتعارض مع لا ما يتعارضش. بس في حالات طبعا الاطباء منوطه بيها اكتر بيبقى فيها مشكله زي الفشل الكلوي زي الاورام السرطانيه زي زراعه الكبد. وممكن يعني ان احنا نعرفه اللي ما يغبن عليه بس بمحددات. طبعا في تجديد بتاع العلاج الجديد او التحاليل المطلوبه ما كانش زمان بيعترفوا بالفايبرو سكان. دلوقتي في حالات بيعترفوا بيها بالفايبرو سكان وفي حالات لعينه الكبد وفي حالات لا بيعمل فايبرو سكان ولا بيعمل عينه الكبد في معادله اسمها فيبرو. طب ممكن تعرفني ايه هي الفايبرو سكان؟ الفايبرو سكان اللي هو بيقيس مرحله الكبد في المرحله الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. تمام. عينه الكبد برضو نفس الموضوع بس عينه الكبد كانت مؤلمه. لان هي كانت
بيسحب يعني حقنة و طبعا بتمس الكبد مباشرة. أما أشعة الفيبروس هي تعتبر أشعة فمش مهمة زي العينة، تمام. ما كانش معترف بيها قبل العلاج الجديد. الأول كان بيتعالج ازاي مريض الفيروس سي هنا في المستشفى؟ كان بيتعالج، كان بيجي بتوجع عادي بتحاليله، التحاليل فيه أكتر من 18 تحاليل. دي صورة من تحليل المرحلة الأولى. كان في مرحلة تانية اللي هي بتتكون من فحص قاعين ورسم قلب وكرياتينين وتي اس اتش، وانا بتحليل كانت بتطلب وجلوكوز اللي هو السكر. دي كانت المرحلة التانية. تمام. المرحلة التالتة والأخيرة كانت بتتوقف في عينة الكبد. طب هل في طبعا لكل دواء احنا عارفين حاجه زي دي، بس وكل دواء ليه ايجابياته وسلبياته، في تاثير سلبي على المريض، هل نوعيه العلاج بتاع الفيروس سي المقدم دلوقتي في تاثير سلبي على المريض؟ في اعراض جانبيه، بس مش اعراض جانبية، يعني اجهاد، انيميا، حرشوكة وحكة، كل الاعراض دي تقاوم مع الاطباء، يعني في يعني ما يقاوم، مش حاجه مزمنه يعني. لا مش حاجه مزمنه. الشكر.